ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. اللي هو الصف الجندقل عليه. الصف الثاني. واحد تسعة ثاني وثالث ورابع. ورابع. ثلاث سنوات. ثلاث سنوات بسعر مخفض أكيد. قدم الامتحان كان ما شاء الله من المتفوقين يعني. وقدر إنه يأخذ منحة بشطارة. اهلا وسهلا فيكم من جديد وحلقه جديده من برنامج الذكاء، ومستمرين في سلسله لقاءات اهالي واولياء الامور مع الطلبه. واليوم احنا عند سيد فاضل لابناء الزرقاء اللي نعتز ونفتخر فيهم. هو بلش ابنه معنا في مجموعه ثلاثيه الذكاء الدوليه من كي جي 1 كي جي 2 صف اول، وان شاء الله الصف الثاني. بدنا في البدايه نتعرف عليك. انا خالد ابو مسلم ابو اويس. حياك الله ابو ويس. الله يحييك. وراح تكون معنا اختنا ام ويس كمان، وويس البطل ما شاء الله الله يحميه. اخوي ابو ويس ثلاث سنوات وداخلين بالسنه الرابعه في شراكه مع مجموعه ثلاثيه الذكاء الدوليه، وحاليا ويس في مدارس البرنامج الجديد للذكاء. نعم. فيا ريت تخبرنا عن التجربه هاي. والله تجربه ممتازه، وان شاء الله يعني بنكمل معاكم اكثر من هيك كمان، لانه ملاحظين فرق كبير يعني بالتعليم بالنسبة لأويس من صغره. هو يعني تقريبا بيعرف كل شيء، يعني قراءة كتابة، متفوق كمان، يعني تأسيس صح نحكي. إن شاء الله 100% إن شاء الله. إن شاء الله 100% وتشوفه على المراتب. طب شو في عندك ملاحظات على مدارس البرنامج حاب توصلها؟ إحنا أكيد يعني ما في حدا ما بيخطأ، اللي من يعمل بده يخطئ صح ولا لا؟ شو في أخطاء حاب توصلها؟ إحنا جاهزين لحتى نوصلها، حتى الناس يكون عندهم علم إنه في هاي أخطاء موجودة في هذه المدرسة. إن شاء الله ما في ولا شيء إن شاء الله. أي ملاحظات خاصة أنا بحب أنقلها للإدارة أولاً بأول. بس لحد الآن إن شاء الله ما في شيء، إحنا مرتاحين معهم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله لقدام وتشوفوا بعض المراتب. الله يبارك فيك. الله يسعدك. تسلم. نروح لأختنا أم ويس، وأهلا وسهلا فيك أختي. وسعيد انا باستقبالكم لنا في منزلكم المميز. حياك الله. وشكرا لكم اكيد، يعني ان شاء الله بدكم عامر دائما بالخير. شرفتونا. اختي اويس، بدنا نحكي عن اويس شوي. لما يروح على البيت بتحس انه لازم اراجع معه مده طويله من الدراسه ولا فاهم اموره تمام؟ بالنسبه لاويس يعني من الروضه كنت يعني تفاجات بصراحه، انه انا كنت عامل حساب انه ابني بده يروح بدي اقعد ابلش اعيد لكل شيء اخذه، فكنت تقريبا ما يعني مش بحاجه اني اشيك على دراسته. ما شاء الله. الاسبوع يعني كنت مثلا خلص بس اعمل له مراجعه شامله، وما شاء الله عنه هو يعني كمان. لا ما شاء الله عليه. فكان استوعابه ما شاء الله. بس كمان يعني ما بقدر انسى فضل المعلومات، يعني معلومات كثير كانوا ما شاء الله مبدعات، بوصل المعلومه كثير يعني لأويس بطريقه كثير حلوه، انه بروح انا نفسي ما كنت اقدر اوصل له المعلومه بهاي الطريقه. فانا كنت بس مجرد تشيك طول الاسبوع، اجي على الامتحانات كانت تصدف مرات في ظروف اني ما اقدر حتى اني ادرس الامتحان. والله كان يقدم ما شاء الله. ما شاء الله. مارك يعني ما شاء الله عنه كان نشمي. فضل يعني كمان بيرجع للمعلومات انه اسلوبه كثير كان رائع. الحمد لله رب العالمين، هذا اللي بدنا اياه. طب قدمتوا له على المنحه؟ في منحه الذكاء. نعم. اخذ المنحه؟ اخذ. ما شاء الله. قدم الامتحان وكان ما شاء الله من المتفوقين يعني، وقدر انه ياخذ المنحه بشطارته. ما شاء الله عليه، الله يحميه. طب المنحة شو هي؟ سنة بثلاث سنوات؟ المنحة هي ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. اللي هو الصف اللي بنقل عليه. الصف الثاني. بواحد تسعة ثاني وثالث ورابع. ورابع. ثلاث سنوات. ثلاث سنوات بسعر مخفض أكيد. عملونا قسط خاص بالمنحة. الحمد لله رب العالمين. أهم شيء إحنا ترى الآباء، إحنا من اللي ندفع، فالجانب المادي بهمنا. فشايف إنه هل هم يستحقوا المبلغ اللي ممكن أدفعه، ولا لازم يخفضوا من المبالغ، ولا لازم يزيدوا؟ والله هم بيستاهلوا يعني، بس احنا دائما بنتعشم خير يعني، اذا في خصم بندور على الخصومات. طبعا. هو ما شاء الله عليه كونه من الاذكياء وكونه متفوق، فما شاء الله عليه هو خفف عليك. حس فيك من صغر. الله يحمي لك يا رب وتشوفه بعلى المراتب. الله يبارك فيك. تسلم يا رب. ان شاء الله تعالى. بدنا نقول لأويس كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك الرباعي؟ رباعي ويس خالد. رباعي؟ ويس خالد ابو مسلم. ما شاء الله عليك، أويس خالد أبو مسلم، الله يحميك ويحفظك لأهلك. أويس شو رأيك بالمدرسة؟ الحمد لله كثير منيح. بتحب المدرسة أكثر ولا العطلة؟ لا المدرسة يعني هيك وهيك، يعني الواحد يداوم ويعطل، مش إنه يضل مداوم على طول صح؟
لازم الحياة يكون فيها توازن. طب ويس شو أكثر مادة بتحبها؟ رياضيات. ليش بتحب الرياضيات؟ يعني تحب تجمع وتطرح وتقسم. طب انت شو بدك تصير بس تكبر؟ اكبر بدي اصير مهندس. مهندس مهندس لازم يحتاج الرياضيات بيستخدمها كثير صح؟ وبس تصير مهندس بعدين انت حكي لاهلك انك بدك تصير اشي ثاني كمان، شو اللي بدك تصيره بس تخلص الهندسه؟ دكتور جامعي. بدك تدرس بالجامعه؟ دكتور جامعي؟ اه. يا سلام، يعني انا اجيب اولادي وانا مطمن انه انت امورك تمام راح تدرس اولادي تمام. توكلنا على الله؟ طيب شو بتحب توجه رسالة لمعلماتك وأصدقائك بالمدرسة؟ طلع على الكاميرا هون هيك، يلا تفضل احكي لهم. احكي لهم بحبكم كثير واشتقت لكم. بحبكم كثير واشتقت لكم. الله يحميك يا ويس ويحفظك لأهلك. أبو ويس بدنا بكل صراحة وبكل أمانة رسالة توجهها لأولياء الأمور تنصحهم فيها أنهم يسجلوا في مدارس البرنامج ولا لا؟ تفضل الكاميرا معك. أنا بنصح كل أولياء الأمور أن يسجلوا أبنائهم في مدارس الذكاء لأنها عن جد يعني تستاهل، وراح تشوفوا أنتوا الفرق كمان لحالكم يعني. ما شاء الله عليك، يعني أنت هسه ما شاء الله عليك حافظ لكتاب الله من الحفاظة اللي قاعد بحفظ. ما شاء الله، إن شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحميك. ونفس الوقت مخاف منك يعني تيكوندو. ما تيكوندو حزام أخضر؟ تعرف تعمل حركات تيكوندو؟ يعني لو طلبت منك كمان شيء تعمل لنا كم حركة ممكن تعمل لي إياهم؟ تعلمني؟ الله يحميك ويحفظك يا رب. وهذا الإشي اللي إحنا بدنا إياه، يعني بدنا دعم المواهب. وأي حتى نصيحة للأولياء الأمور، أي حدا شاف إنه ابنه عنده موهبة يبلغ المدرسة فيها لحتى المدرسة تقدر تدعم وتساعد فيها. هم كانوا يشجعوا يعني هذا الإشي، كانت أي ملاحظة إن إحنا بنحكيها حتى لو مثلاً في ملاحظة مش عاجبني، أو مثلاً في كان إشي مش واصل لإبني صح طبعا. كنت أراجعهم فكان دغري يعني يشتغلوا على هاي الملاحظة. ما كان في عندهم مثلاً في مدارس تقول لك خلص اوكي وبنسوا الموضوع. يعني في متابعه اولا باول. في متابعه الحمد لله رب العالمين. كل احترام والتقدير اخوي ابو ويس، بيتكم عامر ان شاء الله. شكرا على حسن الضيافه، وعقبال ان شاء الله ما نيجي وويس يكون خلص الهندسه وكان احلى مهندس بالدنيا. كل احترام والتقدير، شكرا لكم متابعينا. كل احترام والتقدير لكم جميعا، نلتقيكم دائما على الخير والمحبه، انتظرونا في لقاءات قادمه، نستودعكم الله.